ايه هي اسباب تساقط شعر القطط؟ فيه 8 اسباب رئيسية لتساقط شعر القطط. اولهم الحساسية. الحساسية بتيجي نتيجة ان هم بياكلوا نوع معين من الاكل او الادوية او ملامسة جسمهم لبعض الاقمشة مثلا زي الصوف او لدغات الحشرات، وكل ده بيسبب ان القط بيحصل له حكة بجسمه، وساعتها لازم نلجأ للطبيب البيطري. تاني حاجة وهي الإصابة بالطفيليات الداخلية زي الديدان المعوية اللي في المعدة، ودي بتحصل نتيجة تناول اللحوم والأطعمة اللي مش مطبوخة بشكل كويس أو كامل. تالت حاجة وهي عدوى الدودة الحلقية، والدودة دي هي مش نوع من أنواع الديدان، هي نوع من أنواع الفطريات اللي بتصيب جلد الحيوان، وبالتالي بتسبب له تساقط في الشعر، وفي مناطق بتاخد شكل دائري من غير ما تظهر أي أعراض للحكة على الحيوان. رابعا هو القلق والتوتر. شعور القط بالخوف والقلق بيزود من تساقط الشعر عنده بشكل ملحوظ، زي مثلا أنه بينتقل لمكان جديد ما يعرفوش، أو زيارة شخص من أصدقائك للبيت والقط بيكون ما يعرفوش. عشان كده لازم نراعي إننا ما نسيبهوش فترة طويلة مع أشخاص أول مرة يشوفهم. خامسا وهي نقص العناصر الغذائية العامة. لازم نراعي التوازن الغذائي في وجبات القطط، لأن بعض الوجبات بيكون فيها نقص في الفيتامينات والمعادن المهمة لصحته زي فيتامين ألف أو الزنك، فلازم ننوع له في الوجبات زي الخضروات المطبوخة والبروتين الحيواني، وكمان الوجبات الجافة الجاهزة زي الدراي فود. سادسا مرحلة التزاوج، وخلال الفترة دي بتتأثر نفسية القطط بشكل كبير، خصوصا لو التزاوج ما تمش. سابعا اختلاف الفصول السنوية، وده بيحصل فيه تغيير في درجات الحرارة، وبالتالي بيأثر على القطط وبيتساقط شعرهم. ثامن حاجة وهي الأخيرة الحمل والولادة للقطط الإناث. بتتعرض القطط الإناث خلال فترة الحمل والولادة لتساقط الشعر بشكل كبير، وبعد كده بيتجدد الشعر مرة تانية لما تيجي تفطم أولادها. وبكده أكون عرفتكم أسباب تساقط الشعر عند القطط.